درف يا سيداتي والسادة يا الحفل الكريم. ينطلق الآن الشوط السابع للخيل العربية الأصيلة الإنتاج محلي بمشاركة 5 من الجياد التي تتنافس على جائزة وقدرها 75,000 ريال. الصدارة والمركز الأول حاليا مع كاسر كما تعودنا دائما وأبدا للمهندس محمد علي يوسف الشيب. المركز الثاني في وضع الجياد الجواد اللي هو برا لسيد باتريك ألكسندر نيكولا بقيادة سفيان سعدي. المركز الثالث حاليا لدينا الجواد اللي هو حزم السليمي للشيخ عبد الله بن خالد بن ناصر الثاني في المركز الثالث. المركز الرابع من الجهة الخارجية الجواد راقي للسيد حسن بن علي المطوي. أخيرا وليس أخيرا سيلين للسادة أم قرن. الصدارة بكل رياحية للجواد اللي هو كاسر مع ألبرتو سنة في صدارة جميلة. هذا الجواد اللي يظهر معنا على الشاشة. المركز الثاني أيضا بنفس لون الشعار اللي هو الشعار البنفسجي أيضا والأبيض بارا لباتريك ألكسندر نيكولا. والمنافسة تشتد على الأمتار الأخيرة. هنا التقدم يأتينا من سليم من الجهة الخارجية وأيضا من بارا. يبدو لنا كاسر على الصدارة حتى الآن، ولكن التحركات تأتي من خلال الجواد سليم في منافسة قوية. سليم وبارا على الصدارة وعلى المركز الأول. سليم وبارا في دخول جماعي. سليم على الصدارة. سليم إلى المركز الأول وإلى الصدارة للسادة أم قرن على الصدارة وعلى المركز.